أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارات أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبو ظبي لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية وشؤون البترول والموارد الطبيعية. قال حسن نصر الله إن كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل على الحدود هي بسبب خوفها من ردنا على الاغتيالات والمستقبل القريب سيثبت أن المقاومة غير قلقة، أما إسرائيل فهي قلقة من الإدارة الأمريكية الجديدة.